تصبح رخيصة، اللهم صل على النبي، أرخص من الدجاج وأرخص من اللحم. ما كترة في المرشي العشرة من تصبيح ولا الأحداش المرشي فارغ، تعب برشا العباد. بالعائلة مسكين اللي قاسي عنده 3 خشاشة و4 خشاشة ما تساعدوش، مش عابد ياخو 20,000 حوت، وعنده مصروف السباح وعنده قفية لدرشنا ومكتعرف وفدي كريديات، ما عايش ما عادش كيما قبل. ولا يتعدى الحوات يقاء سردينة بلفين، ياخو سردينة بلفين يتعدى من غدوة يقاء 4,000 يخليها ويمشي. نتجار لهنا تسميه تعبين تعبين، نوصلوا بريود اللوحة وقتي برشا حوت برشا فلوس. شباب بالحق تو كترنا نحن 24 سنة و25 سنة نخدموا، والله غير معبي القهوي والغير يمشي لهم هو 2000 والدينار شاب تعمل قهوة ولوم البو منين؟ كي تلقاه عنده 300,000 شهرية وعنده كريم 150 ولا 250 وعنده هيك وعنده الخفار وعنده هيك وهيك، تعب برشا العباد. عسلامة. سلامة مدام، مرحبا بكم. عايشك، شنو أسوي من الحوت اليوم؟ شنو تبارك الله خيرات؟ يا أختي مرحبا بكم ساعة. مرحبا بكم أختي، عندنا الحوت اللهم صلي على النبي في بنزار ديما، اللهم صلي على النبي الحوت موجود. أما لا قبيل كيما ترى في المرشي كيفاش فارغ أختي، خيرات ربي عندنا الطن عندنا البوقة عندنا الشورو ورقة وقاروس مربين ورقة بحرية شوفريت سردينة. أعطينا الأسوام دي تاي. عندنا السردينة خشينا ب 4,000 صبحة اليوم، مرجان حي حي ب 8,600، عندنا الشورو كيلو ونص ب 5,000، عندنا القلعاية 8,600، الطن بالكعبة 10,000، البوقة كيلو ونص ب 10,000، عندنا شورو 7,800، ورقة وقاروس مربين 16,800، شوفريت 24 متوسق خشيش، وعندنا شوفريت جيدة 9,800. وانتم اختي شنو معنات الحوت موجود؟ فما اقبال توا المواطنين كيما راهو الحوت فيه الرخيص فيه الغالي معناها يقدروا عليه. تصبح رخيص اللهم صل على النبي، ارخص من الدجاج وارخص من اللحم. اما هكا ترى في المرشي العشرة من تصبيح ولا الأحداش المرشي فارغ. اغزلوا المرشي كيفاش نجم تدور الكاميرا وتشوفوا المرشي كيفاش رانا. شنو السبب حسب رايك؟ سبب ما العباد تعبت تعب وقت تعب برشا العباد. بالعائله مسكين اللي قاسي عنده 3 خشاشة و4 خشاشة ما تساعدوش، مش عابد ياخو 20,000 حوت، وعنده مصروف السباح وعنده قفية لدرشنا ومكتعرف وقت كريديات، عباد مخنوقه يعلم بها ربي بالحق. يعني انت ترى اللي المواطن توا جيبه فارغ ما نجمش يجي يشري؟ المواطن عنده مش جيبه فارغ، موجوده اللي موجوده عنده، ما عايش ما عادش كيما قبل. لك اليابط للمرشي ياخو من ياخو 2 كيلو من عند هذا، ياخو شويه غله من عند هذاك، ولا يتعدى الحوات يقاء سردينه ب 2000، ياخو سردينه ب 2000 يتعدى من غدوه يقاء ب 4,000 يخليها ويمشي، يعمل عليها طله يتفرج يخزر منها مغادي يسل على السوام ويخرج على روحه مسكين المواطن. ونحن زادة يعلم بنا ربي يا اختي، قول بلي نطلبوا من الدوله ونطلبوا من سيد الرئيس يتلفت لنا شويه هكا، خاطر العباد تعبه بالحق. بالتاجر اللي كيفنا التجار لهنا تسميهم تعبين تعبين، نوصلوا بريود اللوحه واختي برشا حوت برشا فلوس. العروفات تعلم بها ربي، الصناع هكا ترى على عينيك عاملين اللي عليهم والباقي على ربي، ونطلب من الدوله بالحق تتلفت لنا شويه. رانا شباب تعبنا 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 24 سنة و25 سنة تستنفع بينا بلادنا مش تستنفع بينا بلاد الغير. نحن رانا نحبوها تونس وعلى ريوسنا تونس. أما ياسر أنت كشاب تونسي توا وعندك لهنا مشروع تبيع في الحوت والكل، شنو رأيك في ظاهرة الحرقة؟ والله يا أختي أنا أول واحد من ظاهرة خايبة برشا وما ننصحش بها، وراني نقول لك ظاهرة خايبة برشا وما ننصحش بها، وأنا واحد من الناس راني نحب سيرتو توا فما وليد بنزرت اللي مفقودين ربي يرجعهم بخير ان شاء الله. برشا برشا عندنا خواتنا من الابريج عم ناول 17 واحد، خواتنا وصغار في الاعمار 17 واحد لازم البحر. تو معنا الجمعه التالي، معنا الجمعه التالي زاد 16 واحد زرازنيه وبنزرتيه هزم البحر ما عاودوش جوهرو. صحيتك بحوازها بنزرت بحوازها الكل. شباب بالحق تو كترنا نحن 24 سنه و25 سنه نخدموا، والله غير معبي القهوي والغير يمشي لهم هو 2000 والدينار شاب تعمل قهوه ولوم البو منين؟ كي تلقاه عنده 300,000 شهريه وعنده كريم 150 ولا 250 وعنده هيك وعنده الخفار وعنده هيك وهيك، يا اختي على ربي وكاها ومرحبا بكم.